أعزائي الطلاب، مستوى أول حاسوب، نأخذ اليوم محاضرات في رياضيات اثنين، ولذلك بالتكامل. نأخذ التكامل. التكامل بينقسم عندنا إلى قسمين. قسم بيكون عبارة عن حاجة بنسميها التكامل المحدد، والقسم الثاني بيكون لدينا التكامل الغير محدد. التكامل المحدد دائما نحصل عليه على قيمة أي رقم، لكن التكامل غير محدد دائما يعطينا دالة أو عائلة من الدواء. التكامل المحدد برمز له بالرمز تكامل على الفترة من A إلى B لـ Fx dx يساوي، هذا بيكون يساوي لنا هذه الدالة بنعتبرها كأن التكامل يقول لي هذه الدالة مشتقة أي دالة، وذاك أنا أبحث عن مشتقة الدالة التي داخل التكامل. فهذا بنفرض إنه قيمة الدالة الأصلية لهذه الدالة بنكتبها F كابيتال X من صفر من A إلى B، يبقى الدالة F small تعتبر هي المشتقة، بينما F capital تعتبر هي الدالة الأصلية للدالة F X. طبعا قيمة هذه التكامل زي ما قلنا إنه بيعطينا عدد، إذا هنا بيكون أخذ F قيمة الدالة F الأصلية عند القيمة العظمى اللي هي B ناقص F عند القيمة الصغرى A، وذلك سأحصل على مين؟ على عدد. مثال، لو أخذتنا مثال على ذلك، مثال واحد، لو أنا أخذت مثلا التكامل X DX من A إلى B، طبعا هذه دالة كثيرة حدود أو دالة قوة، وبنقول دائما لدينا قانون بيكون تكامل أي دالة كثيرة حدود أس إن من A إلى B لدي إكس يساوي إكس أس إن زائدا واحد على إن ناقصا واحد، ومن A إلى من إلى B. بس لدينا هنا شرط إنه الـ N هذه لا تساوي سالب واحد. ليش؟ إنه لو ساوي سالب واحد سنلاحظ أن المقام بيساوي صفر، وهذا غير يعني غير موجود في الرياضية. إيش كنا عطينا حاجة غير موجودة، ولذلك بنعوض منها، وهذه بتكون تساوي التكامل يساوي X أس N، بعوض على X B، بيكون عندي هنا B أس N زائدا واحد ناقصا A القيمة الصغرى N ناقص واحد N زائدا واحد على N زائدا واحد، هذا بيكون قيمة من التكامل. فلو أخذت ورجعت إلى حق المثال اللي أنا حطيته هنا، بيكون التكامل X DX يساوي، هزود على الأس واحد، بنزود على الأس هذا إيش؟ واحد. الأس هنا بواحد ما يكتبش، بيكون معي إيش؟ اثنين، وأقسم على الأس القديم، الأس الجديد اللي هو اثنين، زائدا من A إلى من من مثلا من صفر إلى واحد. هنا بنخلي مثال حقي من صفر إلى من إلى واحد، من صفر إلى واحد، إذا بيكون تكامل حقي نفس هذا من صفر إلى واحد. بعوض عن X بالقيمة العظمى بيكون معي نص ناقصا صفر، وهذا بيساوي لي كنص. لاحظ أن إيش؟ إنه دائما التكامل المحدد يعطيني رقم أو عدد مقدار ثابت، بينما التكامل هذا التكامل المحدد سنشوف كيف بيكون. طيب تكامل مثال اثنين، اكزامبل اثنين، لو انا اخذت تكامل اكس تربيع زائدا واحد مثلا من صفر الى من الى واحد للدي اكس، هذا بيكون يساوي التكامل ايش؟ بيساوي لي اكس
بزود على اس واحد بيكون معي تكعيب واقسم له زائدا هذا اي عدد ثابت نعتبر انه ايش عباره عن اكس اس 0 اللي هي دائما اكس اس 0 بكام اكس اس 0 دائما تعطيني من الواحد هنا الواحد اكس يعني بيكون اكس من صفر الى من الى الواحد نعوض الان بالقيمه العظمى ناقص القيمه الايش الصغرى اذا هذا بيكون يساوي لي يساوي هنا لما عوض واحد مرفوع القوه ثلاثة بكام بواحد لانه حاصل ضرب ثلاث مرات في نفسه بكام بواحد على ثلث ناقصا واحد زائدا واحد هذا القيمه الايش العظمى القيمه العظمى باقي عند القيمه الصغرى هنا بيكون صفر وصفر بيكون ناقصا صفر اذا هذه بتكون عندي يساوي واحد زائدا ثلاثة بيساوي لي ثلاثة على ثلاثة هذا الواحد اقدر اكتبه ثلاثة على ثلاثة بيكون ثلاثة زائدا واحد اربعة على مين على ثلاثة وهو المطلوب لاحظ انه دائما التكامل المحدد يعطيني من قيمة ثابتة اي رقم بينما تعالوا نشوف كيف بيكون بالنسبة للتكامل الغير محدد التكامل الغير محدد بيكون يعطيني ايش تكامل تكامل غير محدد ما نكتب له من والى الاف اكس دي اكس لاحظ انه ده بيساوي لي ايش يساوي لي اف اكس كابيتال زائدا هنا ايش زائدا مقدار ثابت السي حيث ان السي هذا والسي از كونستانت اي مقدار ايش ثابت ايش السبب نضيف في المقدار الثابت لان احنا عارفين من المشتقات انه تفاضل اي داله ثابته تساوي ايش صفر تساوي صفر من هنا ما نقدرش نوجد الداله الاصليه لانه مش عارفين ايش العدد اللي كان موجود في الداله ايش قبل الاشتقاق ولذلك بشكل عام بنضيف حرف من سي اذا فينا يقال انه التفاضل او التكامل عكس المشتقات ولكن يجب ان نضيف كلمه ايش بشروط ابتدائيه بشروط ايش ابتدائيه شروط ابتدائيه تطلق على من على العدد الثابت سي اذا قدرنا ان نضع له رقم حصلنا على الداله اكزاكتلي بالضبط اين كانت وايش اللي كانت عليه ليش؟ لأنه لو نحن أخذنا y يساوي x تربيع هذا المشتق حقه بكام؟ y داش يساوي 2x لو أنا أخذت الدالة هذا 1 2 لو أنا أخذت الدالة و x تربيع زائدا 1 فالمشتق حقها برضو كمان بكام؟ ب 2x فهكذا مهما كان y يساوي x تربيع زائدا n أي عدد فبلاحظ أنه المشتق حقه برضو بتساوي من 2x يعني هي تسع مشتقات لكن كل دالة كان أصلها شكل آخر كان شكلها إيش شكل آخر ولذلك بما أن مشتقات الثابت دائما تساوي صفر ولذلك عشان أعرف أين كان القطع بالضبط سوف نضيف له شروط إيش ابتدائية من هنا قمنا أضفنا كلمة من الثابت سي الآن اخذ ايش امثله على على التكامل غير محدد اول حاجه بناخذ ايش واحد تكامل العدد الثابت دائما تكامل واحد تكامل العدد الثابت مثلا لو قلت عدد ثابت ك في دي اكس يعني انه هنا معينا انه اف اكس تساوي اي عدد ايش ثابت كي فان التكامل هنا الغير محدد بيعطينا يساوي من يساوي كي اكس زائدا من السي يعني مثلا لو انا اخذته على اكزامبل 1 هنا بيكون تكامل مثلا 7 دي اكس هذا بيساوي 7 اكس زائدا من سي لو اخذت التكامل 5
دي اكس بيساوي لي 5 اكس زائدا من سي وهكذا. الحالة الثانية باخذ ايش؟ 2 تكامل دالة القوى اللي هي من اف اكس لو هي تساوي اكس ان. هنا بيكون عندي تكامل اكس ان دي اكس يساوي اكس واروح ازود على الاس واحد واقسم على الاس الايش القديم. ازود على الاس واحد بيكون معي اكس ان زائدا واحد هذا الاس واروح اقسم على اكس زائدا من واحد. بس بما انه في هنا قسمه هنا بشترط انه الان هذه ايش انه هنا بضيف اول مره سي باقول زائدا سي. بس بما انه هنا في مقام بشترط انه الان لا يساوي سالب من واحد. هذه النقطة سنعالجها في نهاية المحاضرة. ماذا يحدث عندما تكون الـ n تساوي سالب واحد؟ أكيد لها إيش عمل أو شغل بديل. بأخذ هنا أمثلة على القانون اللي معي بيكون example واحد. ها. تكامل x تربيع مثلا dx هذا بروح أزود على الأس واحد بيكون معي x تكعيب على 3 زائدا من السي. طبعا لو انا اشتي اعرف انه شوف وكان التكامل يقول لي انه اكس تربيع هي مشتقه لاي داله نقول له انت الاكس تربيع هو كان مشتقه لداله اكس تكعيب على 3. ليش؟ تعالوا نشوف هذه ونشوف ايش اللي بيحدث معنا. لو انا اشي اتاكد ان الحل حقي صحيح انا معي طلعت الداله الاصليه انها تساوي اكس تكعيب على 3 زائدا من سي. تعالوا نشتق الداله دي نجيب المشتقه حقها بيكونها مشتقه الاكس تكعيب بيكون 3 اكس تربيع على 3 مشتقه اي عدد ثابت بكام بصفر الثلاثه مع الثلاثه بتبقى لي ايش اكس تربيع. اي حصلنا على الداله الاصليه قبل ما على الـ قبل المكامله. طيب لو احنا كمان اخذنا مثال وقلنا تكامل اكس تربيع زائدا 3 اكس زائدا 3 دي اكس يبقى هنا سوليوشن الحل. كيف بنوجد التكامل هذا؟ بيكون هذا بنقول التكامل هذا بيساوي لي اكس وزود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائدا 3 وزود هنا 2 على 2 زائدا 3 اكس وما ننساش نضيف دائما مقدار من الثابت. هذه بالنسبه للتكامل ايش؟ لو بناخذ الان كمان امثله تطبيقية لما ذكرناه من القواعد السابقة في مين؟ في التكامل الغير محدد والتكامل المحدد. هناخذ الآن أمثلة للكل نناقش كيف نوجد هذه التكاملة. لو أنا أخذت مثلا تكامل هنا أمثلة متنوعة أمثلة متنوعة واحد لو أنا أخذت تكامل واحد زائدا إكس تربيع على إكس دي إكس بالشكل هذا هنا ممكن أنا إيش ممكن هنا أو نحن بناخذه دار قدر إكس هنا بيكون معي التكامل ممكن اقسم التكامل الى جزئين تكامل واحد على اكس دي اكس زائدا وهنا بيكون معي تكامل قدر اكس على اكس دي اكس
نجي لهنا التكامل أصبح عندي هنا مش نفس الـ حسب القاعدة الأولى. لاحظنا أنه هنا عندما كنا نقول n لا تساوي ليش سالب واحد. طيب إذا كانت الـ n f إذا كانت الـ n تساوي سالب واحد إيش اللي يحدث؟ بيكون عندي التكامل x أس سالب واحد dx. هنا من قوانين الأسس أنه هذا إشارته سالب بيكون التكامل واحد على x dx. وهذا إيش يقول لي؟ هذا يقول لي أنه إيش؟ أنه مشتقة الـ x بكم؟ بـ dx أو تفاضل الـ x بـ dx. يعني معناته هنا أنه إيش؟ البسط مشتقة المقام. البسط مشتقة من المقام. وإذا مجرد ما نشوف أنه البسط مشتقة المقام هذا بيكون يساوي على طول يساوي لين مقياس x زائد c. إذا حلينا مشكلة مين عندما كانت الـ n يساوي سالب مين واحد في دالة القوة في تكامل دالة القوة. إذا هنا أي دالة المقام حقه أو البسط عبارة عن تفاضل المقام يساوي لوغاريتم x على 2. مثلا مثال لو أنا قلت التكامل 1 زائد x 1 زائد x أو خلينا نقول إيش 1 أو dx على 1 زائد x. هذا المثال. هنا بنلاحظ أنه مشتقة الواحد بصفر ونلاحظ أنه مشتقة الإكس بكم؟ بواحد. إذا البسط هنا مشتقة المقام، البسط مشتقة من المقام. إذا هذا التكامل يساوي لوغاريت من واحد زائد إكس زائد سي. هذا دائما لما يكون البسط مشتقة من المقام، البسط مشتقة من المقام. مثلا لو نحن أخذنا هذا مثال وهنا مثال اثنين، تكامل كوساين x dx على ساين x. لاحظ انه البسط مشتقة من المقام. هنا على طول بنقول انه هذا يساوي تكامل لوغاريتم ساين x زائد c. يبقى دائما هنا بنستفيد من انه في حالة n تساوي سالب واحد نلاحظ انه بيكون عندنا قاعدة جديدة بنقول عليها انه البسط عبارة عن مشتقة من المقام، فيكون التكامل يساوي ايش؟ لوغاريتم مقياس واحد زائد x. ليش اضفنا هذا اشارة المقياس؟ لكي نضمن انه يكون ما داخل الزاوية اللوغاريتمية مقدار من موجب اكبر من الصفر تماما. طيب ارجع لهنا لعند المثال اللي هنا بيكون هذا يساوي ايش؟ تكامل دي اكس هذا بيكون يساوي لين مقياس اكس زائدا. هذا التكامل اللي هنا بيكون يساوي لي ايش؟ هذا ممكن ارفع القوة، بيكون هذا بيكون اكس اس سالب واحد في اكس اس نص دي اكس، وهذا الكلام بيساوي لي ايش؟ لين اكس زائدا تكامل. هذا التكامل بيكون بكم؟ بسالب واحد وهنا نص. بروح سالب واحد زائد النص هذا بيكون يساوي سالب اثنين على اثنين زائد النص، وهنا بيكون يساوي لي كم؟ سالب نص، سالب من نص. اذا سالب نص بيكون معناته دي اكس على من؟ ممكن نعمله ايش؟ سالب بيعطيني هنا سالب من نص دي اكس، بيعطيني سالب نص من دي اكس، وهذا الكلام بيساوي لوغاريتم مقياس اكس زائدا. النص هنا بروح ازود له ايش؟ بزود له سالب نص واحد واقسم على من؟ على الاس القديم. طبعا هنا زائدا من؟ لان ننسى المقدار الثابت سي. وبالتالي بيكون هنا معي يساوي لوغاريتم مقياس x زائدا. هذا الان بيكون سالب نص وموجب واحد، بيكون معي ايش؟ x اس نص
على، وهنا بيكون ايش؟ بنص زائد المقدار من الثابت، وهذا الكلام بيكون يساوي لوغاريتم مقياس اكس زائدا مقام المقام بسط، بيكون معي 2 في اكس ايش؟ اكس اس نص، اقدر اكتبه ايش؟ جذر اكس زائدا سي، وهو المطلوب. الان بننتقل لحاجه جديده اللي بتكون عندي ايش؟ تكامل. ناخذ كمان امثله، او ببدي بامثله قبل ما ننتقل الى طرق التكامل، الى طرق من التكامل. ناخذ امثله من اللي مكتوبه معكم بالكتاب. 1 2 لو انا اخذت تكامل من 0 الى باي على 2، هاي الزاويه 90، ل 6 كوزاين 4 اكس زائدا 7 دي اكس. هذا التكامل طبعا عرفنا التكامل ايش؟ محدد، لانه محدد بقيمتين. التكامل هذا بيكون تكامل، طبعا لما يكون عندي زائد اقدر اقسم التكامل على كل حد او كامل مباشرة، بيكون معي هذا 6 تكامل الكوساين بساين 4 اكس على مشتقة الزاوية، على مشتقة من الزاوية، مشتقة الزاوية 4 اكس بيكون بكام؟ بأربعة، من 0 الى باي على مين؟ على 2 زائدا تكامل السبعة بيكون يساوي 7 اكس من 0 الى باي على 2، وهذا بيكون على فيها الاثنين، وهذا بيكون 3، بيكون 3 على مين؟ على 2. ساين الباي بيكون ساين 4، وهنا بنعوض عن الباي على 2، باي على 2 ناقصا ساين 4 في 0. هذا التكامل الاول. التكامل الثاني بيكون يساوي 7 باي على 2، مضروب باي على 2 زائدا من 7 في 0 او ناقصا 7 في 0. هذه كذا كل منها منفرده لوحدها. طيب الاثنين هذا بيروح مع هذا، بيكون في 2. طيب ساين 2 باي بيكون بكام؟ بزيرو. اذا المقدار هذا الاول كله بيكون بكام؟ بصفر. وهنا بيكون هذا ساين صفر بكام؟ بصفر. اذا هنا بيكون يساوي لي ايش؟ 7 باي على 2. لو احنا عوضنا على قيمة الباي بيكون 7 على 2 في قيمة الباي اللي هي عبارة عن 22 على 7. السبعة بتروح مع السبعة، وهذا بيروح مع هذا، بيطلع لي ايش؟ بيطلع يساوي 11. ناخذ مثال اخر. لو انا اخذت مثال اخر مثلا رقم كم؟ 3. لو احنا اخذنا تكامل سيك تربيع اكس دي اكس، هذا التكامل بيكون مثلا لو اخذتنا من صفر الى باي الى باي على 3. طبعا دائما التكامل يسالنا الداله اللي هنا اللي قلنا عليها هي عباره عن هي مشتقه لاي داله اصليه؟ طبعا مشتقة هي عبارة عن مشتقة من تان اكس، يبقى لو انا فضلت هذا بحصل على من؟ على اللي موجود في بطن التكامل، ولذلك بيكون مشتقة التان بسيك تربيع، هنا بيكون من صفر الى باي على من؟ على 3. اروح اعوض تان باي على 3 ناقصا تان زيرو. طبعا تان زيرو بزيرو، وتان ثلاثة اللي هي 180 على 3 اللي هي عبارة عن مين؟ عن 60، وهذه بتعطيني مين؟ جذر 3، وهو المطلوب.
الآن ممكن ننتقل لمن؟ لطرق التكامل. طرق من؟ التكامل. أو ممكن كمان نأخذ مثال على من؟ عندما الـ n تساوي سالب واحد. لو أنا أخذت التكامل مثلا ساين x كوزين x زائدا أو ناقصا من؟ ناقصا واحد. واحد ناقصا كوزين. لو أنا أخذت المثال هذا الآن نشوف إيش اللي بيحصل معي. تكامل هذا طبعا بنلاحظ انه هنا بيكون معي مين؟ لو انا اخذته لو انا اخذته واحد ناقص كوزين اكس على ساين اكس دي اكس. لاحظ انه مشتقة الواحد بصفر ومشتقة الكوزين بايش؟ بسالب ساين. بسالب من ساين يعني وهنا في معه بسالب بيكون معي موجب يعني يبقى البسط مشتقة من المقام. هذا على طول بيساوي لوغاريت مقياس واحد ناقصا من كوزين اكس زائدا من السي. ناخذ كمان امثلة نشوف موجودة معاكم داخل المجموعة. تكامل اكس على الجذر التربيعي لواحد ناقصا اكس تربيع. واحد ناقصا من اكس او واحد زائدا اكس تربيع دي اكس. بلاحظ انه المقدار هذا كامل هو عبارة عن مين؟ عن مشتقة الدالة الجذرية. اذا هذا بيكون يساوي التكامل مباشرة ان البص هذه مشتقة الدالة من الجذرية. اذا هذا بيكون واحد زائدا اكس ايش تربيع من صفر الى من؟ الى واحد. لو كتبنا من صفر الى واحد من صفر الى واحد. التكامل هذا هو عبارة عن لو نحن اشتقينا الدالة الجذرية بنحصل على هذه الدالة. اذا هنا بروح اعوض عن الاكس بواحد بيكون هذا يساوي جذر واحد زائدا واحد ناقصا جذر واحد زائدا من صفر. وهذا بيساوي جذر من؟ جذر اثنين. طيب الان بناخذ ايش طرق ونحاول نشوف ايش طرق التكاملات التي معنا. طرق التكامل واحد بناخذ اول طريقة طريقة التكامل بالتجزيء. وهنا اعزائي الطلاب لازم نلاحظ حاجة مهمة انه مثلا متى استخدم طريقة تجزيء في التكامل؟ لازم يكون عندي شروط. ايش الشروط هذا؟ لازم يكون انه اللي داخل التكامل عبارة عن حاصل ضرب دالتين. يبقى اول شرط بيكون عندي لما يكون عندي تكامل حاصل ضرب ايش؟ دالتين. تعالوا نستنتج قانون قانون التكامل بالتجزيء. بنلاحظ هنا ايش؟ انه نحن اخذنا انه تفاضل حاصل ضرب دالتين. تفاضل حاصل ضرب ايش؟ دالتين. مش هذي كان بيكون يساوي الاولى في تفاضل الثانية زائدا من الثانية في تفاضل من الاولى. وهذا كان قانون معانا من المشتقات بالتفاضلات.
طيب لو أنا قمت بإجراء التكامل، بإجراء التكامل للطرفين، لو أنا أخذت التكامل من للطرفين، إيش اللي بلاحظه؟ بلاحظ إنه التكامل دي يو في يساوي يو دي بي تكامل زائدا تكامل في دي يو. طبعا هنا بيكون في معي ايش؟ انه التفاضل بيروح مع مين؟ مع التكامل، بيعطيني هنا يو بي يساوي تكامل يو دي بي زائدا تكامل في دي يو. طيب انا اشياء هذه بتروح لمين؟ للطرف الثاني باشاره ايش؟ مخالفه، باشاره مخالفه. يبقى هنا بيكون معي تكامل يو دي بي يساوي يو في بي ناقصا تكامل في دي يو، وهذا هو القانون التكامل بالتجزي. ولا ننسى هنا انه الاشاره دي دائما ايش؟ سالبه بالقانون. يبقى صيغه التكامل بمين؟ بالتجزي. لو نحن ناخذ مثال باخذ مثال اكزامبل واحد، بلاحظ انه ايش؟ انه تكامل اي باخذ ايش؟ اكس في اي اس اكس دي اكس. هنا من شروط زي ما قلنا استخدام التكامل بالتجزيء لازم يكون حاصل ضرب دالتين، خلاص. بس في معانا هنا بناخذ كذا جانبيا، لما يكون معي تكامل بي اكس وفي معي هنا وحده منها اي اكس او داله مثلثيه، بالحاله هذه لو انا معي واحده منها، في الحاله هذه يجب علي اختيار غصب، يعني يجب علي اختيار البي اكس. البي اكس لازم اختارها بمين؟ باليو، واختار الدي بي بمين؟ يا اما بالاي اكس او بالداله من المثلثيه. ايش السبب يكون الاختيار هذا الزامي؟ لانه هنا الاشتقاق بيضيع من؟ بيضيع البي اكس، بيحصل لي حاله استنزاف، لو هو اكس تربيع بالمشتقه بنحصل على اكس، التكامل اللي بعده بنحصل على اكس بواحد، والاكس سيكون موجود عندي تكامل اي اكس بنفسها، وتكامل الداله المثلثيه يكون عندي ايش؟ موجود. يبقى هنا اول حاجه بروح هنا هذه حاصل ضرب دالتين، اذا هنا معي ايش؟ بستخدم التكامل التجزيء. ولكن هنا في معي بي اكس داله كثيره حدود في داله اسيه. وذاك بيكون تكامل حقيقي بايش؟ بيكون بنختار اليو غصبا عننا باكس، والدي بي يساوي اي اس اكس دي بي دي اكس. يبقى هنا هذا اخترنا الاختيار، ليس بالاختيار، لانه لاحظ هنا لما نجي نشتاق بيكون يساوي لما نجي نفاضل بيكون تفاضل بكام؟ بدي اكس، وهذا هنا نفاضل وهنا نكامل. إذا بيكون هنا التكامل الحقيقي، التكامل الدالة الأسية دائما التكامل الدالة الأسية دي إكس هذا بنفسها على مشتقة أسها، مشتقة الإكس بكام؟ بواحد. إذا هنا بيكون معيش إي أس إكس، خلاص. بعدين نروح ايش نعمل عشان اروح لعند صيغه القانون، اروح اطبق من القانون الذي نحن ايش كتبناه او الصيغه هذه. اذا بيكون عندك تكامل اكس اي اس اكس يساوي دي اكس يساوي يو في بي، اين اليو؟ هضرب اليو في مين؟ في البي، بيكون معانا اكس في اي اس اكس ناقص اللي هي حق من إشارة الماينس حق القانون، وهنا بيكون وبعدين بروح أقول إيش حاصل ضرب هذا في هذا،
يبقى بيكون اللي هو الدي بي تي، يبقى تكامل اي اس اكس دي اكس. طبعا هذا الكلام بيكون يساوي اكس اي اس اكس، وتكامل الداله الاسيه ايش؟ بيكون بنفسها على مشتقات من اسها، وهنا نضيف المقدار من الثابت. لاحظ انه هنا بالتكامل الاخير اختفى من الاي اس اكس، ولذلك هنا كان يجب علينا اختيار اليو بالاكس عشان ايش؟ نضيع الاس او نستنزف الاس حق كثير داله كثيره من الحدود. طيب لو اخذنا مثال اخر عليه، ناخذ كمان مثال مثال اثنين، بيكون التكامل ل اكس 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 في في مثلا ساين اكس دي اكس. يبقى هذا التكامل بيكون يساوي عبارة عن كثيرة حدود في دالة ايش؟ مثلثية، كثيرة حدود في دالة مثلثية. إذا هنا بروح اختار من اليو بالاكس عشان اضيع من الاس حق الاكس او نستنزفه في دي، والدي في بختاره يساوي ساين اكس دي دي اكس. ليش؟ هنا اصلا لو اخترته بالتكامل الاس عندك بيزيد، بيطلع اكس تربيع اكس تكعيبه، وما بتخرجش من مين؟ من التكامل مطلقا. الان بروح افاضل دي يو، تفاضل دي يو يساوي تفاضل الاكس، وهنا بيكون تكامل الدي في بالفي، وتكامل هذا بسالب كوساين اكس. طبعا التفاضل عكس المشتقات هنا بقى. على مشتقات الزاويه، مشتقات الزاويه بكام؟ بواحد. بعدين اروح اضرب مين؟ اروح اضرب اليو في البي ناقصا مين؟ ناقصا الديو ناقصا البي او ناقصا بي ديو. هنا بيكون اذا التكامل حقي اكس، اذا التكامل ساين اكس ساين اكس دي اكس، هذا بيساوي لي ايش؟ بيساوي اليو في البي بيكون معي سالب اكس كوزاين اكس. وهنا بيكون سالب في سالب حق القانون، بنلاحظ انه يساوي مين؟ موجب تكامل كوزاين اكس دي اكس. خلاص؟ هنا سهل ان اوجد الان كوزاين مين؟ اكس، بعد ما تخلصته من مين؟ من الاكس نفسها. إذا هنا بيكون سالب اكس كوزاين اكس زائدا هنا تكامل الكوساين بايش؟ بساين زائد المقدار من الثابت، وهو الايش؟ المطلوب. اجي لما عندي فين؟ مثال ثلاثة، مثال ثلاثة بيكون عندي مين؟ تكامل، تكامل تكامل مثلا لو أنا عندي إي أس إكس كوزاين إكس دي إكس، هذه الآن أصبحت صح حاصل ضرب دالتين اللي هي الدالة الأسية في الدالة من المثلثية، ولكن هنا لك حرية الاختيار، مش مجبر زي ما بهذه إنه كنا لازم ناخذ اليو بالإكس يعني بالقوة، لكن هنا لك حرية الاختيار في اختيار اليو في اختيار من الكوزين إكس. طبعا هذا الكلام بيكون يساوي ايش السبب هنا لك حرية الاختيار؟ لانه اي اس اكس لها مشتقة ولها تكامل، الكوزاين لها مشتقة ولها تكامل، فلذلك ايش؟ ما بيكونش عندنا صعوبة زي مثلا في المثال الاولي. هنا بختار اليو مثلا اي اس اكس، وانتم بالبيت تقربوا تاخذوا ايش؟ العكس، تاخذوا اليو بالكوزاين سنحصل على، بس هذه التكاملات او النوع من هذه التكاملات ايش اللي يحدث في بي؟ ان احصل على حاجه اسمها تكامل تراجعي، انقله للطرف الثاني وايش؟ واتخلص منه.
هنا بيكون معي مين؟ زي مش بنشوف كيف بنوصل الحل. هنا بختار الدي في يساوي كوزين اكس دي اكس. طيب هنا ذا الكلام بيكون معي مين؟ تفاضل اليو يساوي مين؟ اي اس اكس نفسها في تفاضل اس في تفاضل مين؟ اسها. هنا بيكون معي تكامل الدي في بيساوي ساين اكس ساين مين اكس. اروح اضرب ذا في ذا بيكون اذا تكامل اي اس اكس في كوزاين اكس دي اكس يساوي هيساوي مين؟ اليو في الفي بيكون معي اي اس اكس ساين اكس ناقص. اروح اضرب الفي في الدي يو بيكون معي ناقص تكامل اي اس اكس في ساين اكس في ساين مين؟ الاكس. طيب هذا الكلام بيكون يساوي اي اس اكس ساين الاكس وهذا مكتوب يساوي اي واحد اي انتجريشن بالمزلوب الرمز مين واحد. واروح اخذ واروح واسمي هذه المعادله رقم كام؟ واحد. اي واحد هيساوي تكامل اي اس اكس في ساين من الاكس في ساين الاكس دي اكس. طبعا هذا هنا اخترت اليو بمين؟ باي اس اكس. هنا لازم اختار الاي اس اي اس اكس لانه لو غيرته بحصل على التكامل بيتصفر لي الطرفين لو غيرت الاختيارات. هنا بيكون معي ساين ساين اكس دي اكس. طبعا هذا بيكون مع التفاضل يساوي ايش؟ اي اس اكس في تفاضل الاكس وهنا بيحدث التكامل بيكون معي في يساوي التكامل هذه بسالب ايش؟ كوزاين اكس على مشتقة الزاوية بكام؟ على مشتقة الزاوية بواحد. هنا الان بروح اكون اي واحد بيكون يساوي هضرب ال اي اكس في ال في في سالب بيكون سالب اي اس اكس كوزاين اكس وهنا في معي ناقص ومع ناقص التكامل بيطلع لي كام؟ زائد تكامل اي اس اكس كوزاين اكس اي اس اكس كوزاين مين؟ اكس دي اكس. لاحظوا هنا ايش اللي حدث؟ انه نحن رجع لنا نفس المسألة اللي أعطانا هي بالأول ولذلك بنسموه التكامل من التراجعي. حصلنا على نفس التكامل التراجعي. إذا بروح هذه بسميها المعادلة رقم كام؟ اثنين. من واحد واثنين نحصل إيش؟ على التالي. هنا بيكون معي التكامل I integration اللي هو الأصلي هيساوي لي مين؟ هيساوي لي هذا اي اس اكس اي اس اكس في ساين اكس هنا ناقصا هنا شوف في اشاره ناقص ناقص في ناقص بيكون بكام؟ بزائد اي اس اكس كوزاين اكس وهذا موقف في سالب بسالب بيكون تكامل اي اس اكس في كوزاين اكس دي اكس اللي هو هذا ايش بيعطينا؟ بيعطينا اي اس اكس ساين اكس زائدا اي اس اكس كوزاين اكس ناقصا الاي هذا اللي هو التكامل الاصلي اللي هو ممكن نرمزه هنا بالرمز اي يساوي كذا عشان ما اجلس اكتب كل مره اكتب نفس المساله. هنا في معي اي وهنا في معي اي اودي الاي ذي للطرف الثاني بيطلع لي ايش؟ هنا سالبة بترجع موقف اي زائد اي باثنين ايش؟ اي يساوي اي اس اكس ساين اكس زائدا اي اس اكس كوزاين اكس.
هنا في معي هذا بيكون اذا الاي اللي نحتاجها بقسم الطرفين على اثنين بيساوي نص في اي اس اكس ساين الاكس زائد اي اس اكس كوزاين الاكس زائد المقدار ما الثابت وهو تعاون. لازم لما يكون معي داله مثلثيه مضروبه في داله اسيه لازم احصل على تكامل ايش؟ تراجعي. وفي وهذه النوع من المسائل لك حرية من الاختيار، لك حرية من الاختيار في ذلك. طيب ناخذ مسألة أخرى. وبعدين يا طلابي الأعزاء يجب عليكم مراجعة كل المشتقات لكي يسهل عملية من التكامل، لأن زي ما قلنا إنه التكامل هو عملية عكسية لمين؟ للمشتقات بس بشروط إيش؟ ابتدائية، بشروط ابتدائية. الآن لو نحن أخذنا واحد مثال كمان اللي التكامل لين إكس دي إكس. لاحظوا هنا زي ما قلنا انه بيكون عندنا حاصل ضرب دالتين، بس هنا وكأنه وحدة من الدوال بواحد، فاللوغاريتم لها مشتقة وليس لها من تكامل. ولذلك اي مسائل نشوف في بها اللين بالتكاملات لازم ألقى الى من الى طريقة من التجزي، الى طريقة التجزي. الحل هنا بيكون معي التكامل هذا، بروح اخذ من اليو يساوي لين اكس. هنا كمان مفروض عليه يجيب، مو زي المثال الاول اللي كان فيه باختيارات، لا هذا يجب ان اختار اليو به. ليش بختاره باليو؟ لانه له مشتقه وليس له ايش؟ تكامل. وبختار الدي بي يساوي من الدي اكس بس. اذا هنا بيكون بروح اشتق بفاضل، هنا بيكون التفاضل لين يساوي من دي اكس على الزاوية، دي اكس على مين؟ على الزاوية. وهنا بيكون معي هذا بكام؟ باكس. هروح اذا بيكون هذا الاي يساوي، اي يساوي التكامل اللي هو لين اكس دي اكس، هذا بيساوي لي مين؟ هروح اضرب اليو بالبي، بيكون معي اكس لين اكس ناقصا تكامل الفي في الديو، بضربهم في بعض بيكون سالب اكس على اكس في دي اكس. الاكس بيروح مع الاكس، بيتفضل انه يساوي اكس لين اكس ناقصا ايش؟ ناقصا ناقصا تكامل اكس، وهذا بيساوي لي اكس لين اكس ناقصاً ايش؟ الاكس زائداً من السي وهو المطلوب. يبقى لما نكون معانا دالة هنا بيكون معي من دالة اللوغاريتمية، لازم اروح بالتجزي واخذ اليو باللوغاريتم. ليش؟ لانه اللين الاكس لها تفاضل لكن ما لهاش ايش؟ تكامل. وذلك يحل مسائلها باستخدام التكامل بالايش؟ بالتجزي. كمان معانا الدوال العكسية، الدوال ليش؟ العكسية. تعالوا ناخذ مثال على الدوال من العكسية. يعني باقي التكاملات عكسية، لمين؟ لو احنا اخذنا التكامل ساين ماينس 1 دالة عكسية الاكس دي اكس. التكامل حقها بكام؟ التكامل هذا بيكون معي طبعا هنا بالتجزي، لانه الدوال اللوغاريتميه والدوال المثلثيه والزائديه والعكسيه، كل العكسيه لها مشتقات وليس لها ايش؟ التكامل. ولذلك بختار غصبا عني باخذ اليو يساوي من ساين ماينس 1 اكس، وباخذ الدي في يساوي دي اكس بس. هنا بيكون تفاضل اليو يساوي تفاضل، هذه بيكون دي اكس على الجذر التربيعي الواحد ناقصا اكس تربيعي.
هذه مشتقات الدالة من ساين x الماينس. وهذا التكامل حقه بيكون يساوي من x. إذا ال i هيساوي التكامل ساين ماينس 1 x dx. هذا بيساوي هروح أضرب ذا في ذا، بيكون معانا x ساين ماينس 1 x ساين ماينس 1 ايش؟ اكس. وفي بعض الكتب تكتبه ارك ساين اكس، ارك ساين من اكس. هنا ناقصان، وبروح اضرب من الفي في الدي اكس، بيكون تكامل اكس على القدر التربيعي ل 1 ناقصان اكس تربيع دي اكس. وطبعا بيكون اكس في ساين اكس ماينس 1. هذا زي ما اخذناه بالمثال السابق انه هذا هو عبارة عن مشتقة من الدالة الجبرية واحد القدر التربيعي الواحد ناقصا اكس تربيع، والسالب اللي هنا بتدخل بيكون معي، اذا هذا يساوي قدر واحد ناقصا اكس ايش تربيع اثنين. زائدا من السي. طيب هكذا نكون قد كملنا التكامل باستخدام بالايش بالتجزي، التكامل بالتجزي. ونحل التمارين الموجودة معاكم في الكتاب. باخذ بعدين الطريقة الثانية، طريقة التجزيء. ملخص التجزيء بيكون لازم يكون عندنا حاصل ضرب دالتين احداهما كثيرة حدود او مثل مع مثلثية او اسية، فيجب علينا هنا اختيار اليو بالدالة كثيرة الحدود. ليش؟ عشان نستنزف الاس. بينما اذا كانت عندي دالة كثيرة دالة أسية مع دالة مثلثية فهنا يحق لي حرية الاختيار. لماذا؟ قلنا لأن الدالة الأسية والدالة اللوغاريتم والدالة المثلثية لهم ايش تفاضل ولهم ايش تكامل سهل إيجاده. إذا كان في معي الشرط الثالث، لو كان معي دالة اللوغاريتمية لين اكس أو الدالة اللي هي دالة المعكوس، دالة المعكوس برضو والدالة اللوغاريتمية لها مشتقات وليس لها تكامل، ولذلك يجب علي اختيار اليو بمين؟ بالدالة المثلثية العكسية أو واللين باليو. بناخذ الآن الطريقة الثانية بسميها التكامل أو تكامل الدوال المثلثية. تكامل الدوال ايش؟ المثلثية. تكامل الدوال المثلثية يعتمد على الأس حق الأس حق كل من الساين أو الكوساين أو أي دالة مثلثية. فنحن بناخذ حالات. يبقى الحالة الأولى أنا في معي كذا تكامل ساين اكس اس ان دي اكس او تكامل كوساين ان اكس دي اكس. فلو نحن اخذنا مثلا واحد، لو اخذنا انه الان هذه تساوي اثنين، مش بيكون معنا التكامل الاول يساوي ساين تربيع اكس دي اكس، والتكامل الثاني بيكون يساوي لي مين؟ كوساين تربيع اكس دي اكس. هذا اول خطوة. طيب إذا كان هنا الدالة الزوجية تكامل أي دالة أي زوجية 2 4 6 أي عدد زوجي، هنا يجب استخدام القانونين الذي أثبتناهم في الترم الأول. هنا بيكون معي من ساين الإكس، ساين تربيع الإكس بيساوي 1 ناقصا كوزاين 2 إكس على من؟ على 2، وكوزاين تربيع اكس قلنا بيساوي 1 زائدا كوزاين
اثنين اكس اللي يسمى قانون ضعف الزاوية على مين؟ على اثنين. ها اول ما اشوف انه التكامل عندي في بو اثنين تربيع، في بو ساين اربعة، ساين ستة، ساين كذا، ضروري ما استخدم احد الصيغتين هذه. اذا كانت ساين بستخدم الصيغة الاولى، اذا كانت كوزاين بستخدم الصيغة الثانية، اذا كانت الان هنا ايش؟ زوجي. تعالوا ناخذ المثال الاول نحله. بيكون معي هنا الواحد تكامل ساين تربيع اكس دي اكس. اعزائي الطلبة هنا ايش معي هنا؟ تربيع. اذا هنا بروح اعوض مباشرة من الصيغة الاولى، وبيكون عندي ذا واحد ناقصا كوزاين اثنين اكس ضعف الزاوية على من؟ على اثنين في دي اكس. اذا مجرد ما اشوف انه الاس حق الدالة المثلثية زوجي، ضروري استخدم احد الصيغتين اللي امامنا هذه، يا اما هذه الصيغة الاولى او هذه الصيغة ايش؟ الثانية. وهي طبعا مهم جدا في هذا الباب. هنا الان سهل التكامل. بيكون معي هنا ممكن اخرج النص هذا عامل مشترك، وبيكون معي التكامل واحد ناقصا كوزاين اثنين اكس دي اكس، وبالتالي بيكون معي هنا نص في التكامل. التكامل الواحد بكام؟ باكس، اي عدد ثابت قلنا التكامل حقه باكس، ويضرب في العدد، بس هنا الواحد ما يكتبش. وتكامل الكوساين بساين، بيكون ساين اثنين اكس اثنين اكس على اثنين زائدا من زائدا مقدار الثابت زائدا مقدار من الثابت سي. يعني شوف، لكن من الصعب احنا كنا نقدر نكامل الكوزاين، لكن لما عوضنا بالقانون حصلنا على التكامل بكل سهولة. طيب لو انا كاملت لو انا جبت اثنين، بيكون يساوي تكامل كوزاين تربيع اكس دي اكس. هنا السحب يكون ايش؟ بنعوض، بيكون النص هنا برا، وهنا بنعوض بواحد زائدا من كوزاين اكس اثنين اكس. لاحظوا هنا كمان انه لما نقول تكامل الكوزاين بساين على مشتقة من الزاوية، على مشتقة من الزاوية في دي اكس. اعزائي الطلبة هنا بيكون معي النص، وهي كامل الاكس الواحد بالاكس، وهذا الكلام بيكون كوزاين تكامله بايش؟ بساين، بيكون بساين اثنين اكس على من؟ على اثنين زائد المقدار الثابت من سي. يعني لو ما ضفتش الثابت سي تعتبر كانك انت ما حلتش المسألة. طيب هذه في حالة انه ايش؟ الان هنا اخذناها ايش؟ اخذناها نتساوي عدد زوجي، يعني عدد ايش؟ زوجي، سواء كانت الاثنين او اربعة او ستة وكذا، لازم نستخدم من هذا القانون. بس لو كانت باربعة بيكون في المسألة اطول، وبيكون في مرتين من التعويض. طيب تعالوا ناخذ لو هي ايش معي؟ لو كانت الان هذه بثلاثة، لو كانت الان هذه بكام؟ بثلاثة. اعزائي الطلبة الان ممكن احنا ناخذ الايش؟ انه الان تساوي ثلاثة، اي عدد فردي، ثلاثة، خمسة، سبعة، اي عدد فردي. هنا لو انا اشتي اوجد ايش؟ هنا بستخدم التكامل اللي هو مثلا ساين تربيع اكس يساوي واحد ناقصا كوزاين تربيع اكس. هذا اللي هو كان القانون عبارة عن ساين اكس زائدا كوساين اكس اللي استنتجناه في الفصل الاول، اللي كان ساين تربيع اكس زائدا كوزاين تربيع اكس يساوي كام؟ الواحد. هنا باخذ بطلع منه الساين او بطلع منه من الكوساين بحسب المسألة التي اعطيت لي، ساين تربيع اكس. يبقى هنا بيكون معي كقانونين، اما بستخدم الصيغة الاولى واستخدم الصيغة الثانية. تعالوا ناخذ المثال
على ذلك مثال واحد بيكون مثلا تكامل ساين تكعيب اكس دي اكس. هنا نلاحظ انه الان هذه ماله؟ تساوي ثلاثة، عدد ماله؟ فردي. اذا شفنا العدد فردي بحاول اجزي هذا، ايش اعمل؟ بيكون معي ساين ساين تربيع اكس في ساين في ساين اكس دي اكس. وهنا بنلاحظ انه ايش؟ الساين تربيع اروح اوظف فيه من القانون اللي هنا، بيكون معي تكامل وواحد ناقصا كوزين تربيع اكس وهنا في ساين اكس دي اكس. هنا ايش اللي نلاحظه؟ الاحظ انه هذا حاصل ضرب ايش؟ ده حاصل ضرب داله في مشتقته، داله في مين؟ في مشتقته. اوزع التكامل بيكون معي ساين اكس دي اكس ناقصا تكامل كوزين تربيع اكس في ساين اكس دي اكس. هنا التكامل الساين قلنا بكام؟ بسالب كوزين اكس. هذه الداله داله في مشتقتها، داله في مين؟ بغض النظر عن الاس، داله في مشتقتها. اذا كان معي داله في مشتقتها قانون نزود على الاس واحد ونقصر على الاس القديم، والاشاره اللي بدخلها لانه مشتقه الكوساين بسالب ايش؟ ساين. وهنا بيكون معي اذا موجب كوساين تكعيب اكس على من؟ على ثلاثه زائدا من واحد. وبذلك ايش؟ اتممنا عمليات الاس عندما يكون الاس فردي.